شوفيني برضو انا احب الوصل انتظركم للعطور. يا هلا يا هلا يا هلا هل الوفود، يا هلا هل الوفود تبتسم كل الوجود. يا هلا يا هلا يا هلا هل الوفود، يا هلا هل الوفود. يا هلا فيكم، انا مياسة وهذه اخر منجزاتي في الخرز، شو رايكم فيها؟ هذه سوارة سعرها 6 ريال مع ستيكر هدية مجانية. هذا رمز براند حقي MAY او اخليها MYS، اختبستها من اسمي. هذه سوارة سويتها من حبيبات اشتريتها من مايفك وسعرها 4 ريال. هذه بعد بدون ستيكر سعرها 3 ريال وهي مجموعة حبوب زي كذا عشان بعض زميلاتي يطلبون حبوب فبحطها. هذا خاتم مع ستيكر سعره ريال ونص. هذا خاتم سعره ريال ونص وحطيت معه ستيكر. هذه خاتم سعره ريالين مع ستيكر هدية. شو رايكم بهذه الوردة المبتسمة؟ يصلح مع الملابس الملونة. هذا خاتم الفيس السعيد وهدية ستيكر للناس الزرقاء. من جرب الناس الزرقاء؟ والسعر بريالين. هذا طقم سوارة وسلسال نفس الشيء من علبتي القديمة اللي فيها حبوب كبيرة لأول مرة فيها أطلب الخرز وسعر 12 ريال. هذا خاتم ملون استخدمت منه ألوان عشوائية فطلع لي هالشكل، سعره بريال. هذه خاتم الآيس كريم سعرها ريالين مع مفاجأة ستيكر دب أبيض منسدح بينام. هذا الخاتم أبيض بأحمر وسعره بريال ونص. وهنا في القمر المضيء مع هذه البستة الكيوت، طبعا هذا ينور بالظلام يعني بس شوي ينور نقطة. يا ليتني خليت الخاتم بنفسج بدال الأحمر عشان يطقمون البستة تلبسه أكيد. وهذا السلسال الأحمر طبعا أنا شفته من بنترست فكرة حلوة بس بدال الشفافي أبيض، وأنا ما الأبيض حقي صغير عشان كذا حطيت الشفافي الكبير. وهنا طقم خواتم أزرق ووردي طبعا نفس القلب ولونه ذهبي، وفي ستيكر طبعا اثنين جاء لأنه هذا الذا وهذا الذا وسعره 3 ريال. هذه سوارة الأنيقة اللي فيها حرف التي والإي، من هنا في النجمة ومن هنا في الغيمة، ومن الأطراف حطيت الأسود حطيت بنفسجي فاتح بنفسجي غامق بنفسجي فاتح بنفسجي غامق. طبعا سويتها اليوم هذه ومع هدية ستيكر بخمسة ريال على نفس السوارة. وهذه آخر شيء مجموعة حبوب بريالين فيها أشكال قلوب، بعض البنات يقولون بيعي علينا حبوب وما أدري إيش، فعشان كذا حطيتها وحطيت لها سعر. وانتهينا بمشيئة الله. ميسو لحظة قبل ما تضفين أغراضك، وش رايك تسوين سوارة؟ أوكي. أتحداك في حبيبات وتسوين سوارة بشكل جميل. أوكي. يلا أنت اختاري العلبة اللي ودك أختار منها. لا عندي فكرة، أنت اللي تختارين العلبة وأنت تختارين الألوان وأنت اللي تختارين وش أسوي. والله ما شاء الله واثقة من نفسك. كل شيء متحكمة فيه لأن ذوقك نفس ذوقي. طيب يلا أوكي. عندنا هذا الريب، اختاري أول العلبة. هذه العلبة الأولى. بعطيك أشياء ما قد سويتيهن أبدا. يلا نشوف ترى أنا مسوية كل شيء. هذا ما عمرك سويتي منه؟ إي والله ما عمري. نادر جدا. طبعا هذه العلبة أنا صممتها كانت فاضية من خرز القديم، حطيت من الخرز الثاني حطيت حبوب مايفك وحطيت كوكتيل. هذه اسمها علبة الكوكتيل. ايه حطيت اشكال، هنا حطيت لولو. الله احب اللولو. يلا وين احطهن؟ حطيهن منا. اوكي ماما تضع تضايب النية لكي تبنبن. اعطينا العلبة السوداء اللي فيها اشكال. طيب ذي يمديك تحطين كذا مرة الجوانب. طيب اوكي افتحي. بس لازم يصير عندك علب صغيرة زي حقت نوت تجمعين فيهن اللي تشتغلين فيهن تحطين فيها.
في إيه؟ شيء مرة حلوات لازم نطلب لها جل. طيب ايش اللي يناسب؟ اعتقد لا ما احبه ذا اللي حلو لانه بني. ماما ايش ذا؟ والله شوفي شوفي اخضر بني. شوفي شوفي ايش رايك؟ لا شوفي ماما خبز. شوفي ايش ذا؟ مو حلو خلاص اصلا على الاولى مو يجي الاولى حبات من مره الا تحط فواصل مع ذولي بين هذا واذا تحط ذولي. ماما ذا كانوت غبا. خلاص قررت قررت هذا وردية هو نعد. يلا حط الكمية اللي تبينا. نحاول تقفش حطينا العلبة السوداء الحين نحطه ذكية هنا. ايش رايك تذوقي؟ وش هذي؟ لا 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 نوتة تحتطيها شيرة 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 لا لا هذه مو زينة هذه اصلا تصلح للعقد يا نوت. نحط في هذه بنسوي صوارح هنا. نو 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 بقى هاطي طف الطلي طف الطلي طف الطلي. طيب ابي هذا اوكي خذه يعني بقول لك شكله مناسب صح؟ ناوي وي 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 ماما ليش تخبصين الدنيا؟ بس هذول ما تناسب مع بعض. ماما ليش تخبصين الدنيا؟ حتى هذا ذوق ايش تسوي؟ لا قصدي يعني حط البني هنا الابيض هنا. قصدك واحد بالحال. طيب اي شذي المخ انت. خلاص خلاص معلش. بنتك الصغيرة اذكى من امرأة. ابى اختار اللي يناسب اعتقد هذا. حلو. اي ماما حقول لك سالفة. في تنسيق يصير هنا وهنا. حقول لك سالفة وانا اركب الخرز اليوم ما ادري ايش جان. طبعا هذا اليوم. اليوم قعدت اركب طاحة الخرزة. فوق الطاولة قلت الحين باخذها. يوم ركبت الثانية طاحت معها. يوم ركبت الثالثة طاحت معها. يوم ركبت الرابعة طاحت معها. لين خذت كلهن وطاحت تدريجيا ما يبون يجلسون. حسنا يا أمه حسنا يا أمها يمي. حطي من هذا وردات الحلوة ورضات أمها و... حلوة القلوب هذه الحلوة القلوب من قلبة هذه مرة حلوة. هذول حطي معها أوكي يلا توكل على الله. دقيقة يا حظة عنده مرة كثير أبيض وأسود. أنا ما شاء الله عندي قضى حقاتك من كثر ما تسوين ما شاء الله بنات. يا حظة حق مليون مسبح. أنا مسبح 45 من حقاتها رايح يعني ما الحين حقها كامل. أنا بقي ربع منه. طيب خليها تسوي حبيبتي. ميسو أبي يا حظة راح أرسم مخططي. ميسو بتخطط استعوا يا ميسو تبي تعمرين بيت. ايوه ايش بتسوي الحين؟ والله ما ادري احس حوسه بني. هذا انت لازم تستخدمين الوان على كذا وردي. لا البني اسود. شوفي بني. افتح الخريطه زي كذا. المهم وهكذا وش ذا؟ صورة مربعة. نمط. صورة مربعة. طب ماما حطت لك شكلين وش تستخدمين؟ بحطهن جنب بعض. إيه بحطهن جنب بعض. هي لون وردي كتير فاتح هي هذا. ما تدش ذرة من الحين. هذا الخطوط اللي زي كذا. هذه صورتي بكل اختصار. هذا التخطيط وراح ننتقل للتنفيذ. شوفوا وين وصلت. انا لي اسمين. اسم غريب عجيب. اسم ثاني غريب عجيب. اسم ميسو مياسة. ماما لما تهجلني بالمدرسة تكتب اسمي مياسة وفي البيت ينادوني ميسو. شو السالفة؟ ايش اسمي الحقيقي؟ صدق ماما ايش اسمها اسمي الحقيقي؟ اسمك وفاء. وفاء؟ الله صرت ام ماما. يمديني اتفرج على التلفزيون متى ما ابي واروق واحط رجلي على رجل. ماما صدق قولي اسمي الحقيقي ميسو ولا مياسة؟ اسمك الحقيقي مياسة واسم الدلع حقك ميسو واسم دلع الدلع مسمس. وانت الحين تدلعون دلعي؟ هي شوف ما في حد مثلنا ندلع الدلع حقكم. هي اذكر لما اموت صياح مثلا انه ماما عاقبتني من العباده وزي كذا وانا بزره روح اصيح بغرفتي تذكرين نانيني مس مس تعالي بس
تشربي؟ اي عشان لما تكون مسمس انطلق لمها. انتي كانها الكنزي. شو رايكم اوياها على ماما؟ لحظة خرجتي. ماما ايش رايك تشترينها مني؟ اي بشي منك بالليل. والله ما شاء الله تشترينا، انا اقل البنات يدفعونا بخمسة بخليها. مثلا انا ونوت نتهاوش، انا بقول ترى بعلم ماما، بعدين نوت ايش تقول؟ تقول علميها وعلمي الملك بعد، انا اقول طيب بعلم بعد الوزير وكل الملوك عالم، ملوك العالم. كنا كذا واجنا. الله يشفيكم. وكنا تدري ايش كنا نقول؟ اسوء شيء. كده لما نتمشكل وبعدها بالنهاية شلون نطلع من المشكلة، أنا راح أقول له أصلاً أنت عارف وش اللي أقوله بس ما أنا عارف اللي تقوله. طنق طنق مدش دخل طنق طنق. شوف إيش سويت، حلوة ناس ملابسي ملبسي. نكمل. لماذا نحن هنا؟ هم سؤال صعب، سؤال صعب، إن السؤال يعيرني. ترى اللي أشوفك اللي ما حطيت لايك لسه، أشوفك بعيني هذه وهذه بعد. حط لايك يا أخي، بس تضغط كذا ما تفرق، ترى النتيجة دي أخذ لايك أنا وتسعدني. والدليل انه احنا عندنا 3000 مشترك واللايكات اقل، مفروض اكثر من 3000 لايك. بس اضغط كذا وبس، ترى ما صارت فرق بس كذا. وانتم يلي ما اشتركتم اشتركوا، ترى بس ضغطت زر كذا بس، ترى تزعلونا وما نزلت الخالص. طبعا راح اخلي سوارة هذه ذكرى ما راح ابيعها. شو رايكم هذه النتيجة؟ أبى أروح لأمي تربطها إن شاء الله تعجبها. هذه النتيجة. بطة نلبس التجربة. ترى حلوة. وبكذا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك شير سبسكرايب، ومع السلامة.